السلام عليكم، شلون شباب؟ وياكم كابتن رسل. هذا مقطع لعبة ببجي موبايل، شرح مهمات الأسبوع الثاني الخاصة بالموسم الثاني عشر أو الاثنى عشر بلهجتنا. فقبل لا أبدي، ملاحظة بسيطة، وهي أنه أنا راح أشرح المهام باللغة مكتوبة باللغة الإنجليزية وترجمها للعربية. هسه يجيني واحد يسألني يقول لي ليش ما تخلي اللغة العربية وتفضها؟ عزيزي، أكو سبب، والسبب هو أنا مخلي اللغة الإنجليزية لأن يعني أكو بعض من عندكم أو يعني يحبون يتعلمون اللغة الإنجليزية، أو يعني بعض المفردات كلمات إنجليزية وهكذا. فلهذا السبب يعني أنا مخليها إنجليزية وترجمها للعربية حتى يعني البعض يفتهمون. فأنت أول ترى لازم تتعلم أيضا اللغة الإنجليزية، لأن هذه اللغة صارت مهمة بالآونة الأخيرة، أو يعني صارت لغة العلم. المهم، ما أريد أشرح الموضوع، رأسا نروح على الاربي، نروح على المهمات. قدامكم التشالنج ميشنز، مهمات التحدي الخاصة بالأسبوع الثاني. طيب، أول مهمة يقول لك finish in the top 20 in Sandhawk 4 times in a classic mode. بمعنى انهي مباراة في المركز 20 وأقل، يعني تحت العشرين في سان هوك اللي هي خريطة سان هوك. هذه سان هوك، هذه خريطة تنزل بيها وتضغط اوكي. يقول لك اربع مرات في الكلاسيك مود، يعني طور العادي، طور 100 لاعب، يعني تدخل الجيم عادي، ما يهم اذا تيم او سولو كيفك. المهم الاهم اللي تركز عليه انه تكون من بين المركز العشرين واقل. كم مرة؟ اربع مرات. طيب، تكملها تعطيك 100 نقطة. المهمة اللي بعدها يقول لك bring back two dead teammates in payload. payload اللي ما يعرفه هذا الطور، هذا payload، هذا payload اللي هو مال طيارات وقاذفات مثل ما نشوف بالصورة. هنا يقول لك شايف من تموت صاحبك يموت، ويقول لك جيب البطاقة، ما ادري شلون ندور على بطاقته وهيجي شيء، فانت تروح تسويها على هذا التيل، ما ادري شلون، يعني هي يعني تعيد تسوي له كانما ريفايف، بس الريفايف يختلف بالبايلود، يكون عن طريق بطاقه او كارد، يعني تعرفوها اعتقد مرتين، العفو اصدقاء اثنين، مو مرتين، اصدقاء اثنين راح تكمل المهمه ويعطيك 100 نقطه. طبعا هنا انت مخير من بين المهام الثلاثه. المهمه اللي بعدها يقول لك play the space war mini game 5 times in matches during the inventory celebration. بمعنى space war، هذه الماكينه اللي نزلت بالجديد، هذه اللي يلعبون بها مال شو اسمه بالفضاء او هيك شيء، يعني هي هاي يسموها mini game، تاخذ عن طريق العمله، تاخذ عمله من تكت البوت او هيك شيء، تنزل انت ايضا من عندك، تستعملها تلعب خمس مرات على مدار خمس مباريات، يعني كل جيم يحسب وحده، تلعب مره وحده. بينما هذه الانفنشري سيليبريشن موجود، يعني اللي هو هذا شو اسمه السيزون اللي الحالي موجود، اللي هي مال الذكرى السنويه او الذكرى الثانيه. هذه المهمه الثالثه من بين المخير ولست مسير. المهم هنا المهمه اللي بعدها يقول لك finish in the top 10 in Sandhawk 3 times in classic mode. بمعنى انهي مباراه وانت من بين المركز العاشر او اقل او تحت، يعني في سان هوك، خريطة سان هوك قبل شوي طلعناها اللي هي الادغال، يعني 3 تايمز ان كلاسيك مود، ثلاث مرات في طور العادي اللي هو الكلاسيكي اللي هو توضيح اكثر 100 لاعب. طيب، اعتقد وضعت الصورة، ثلاث مرات وتخلص، سهلة، 50 نقطة يعطيك. المهمة اللي بعدها يقول لك land on any rooftop in boot camp، بين قوسين مخلي لك سان هوك 3 times in classic mode. طيب، طبعا هنا راح يكون يعني عصفورين بحجر واحد، شلون؟ راح تسألني شلون؟ هنا يقول لك انزل ثلاث مرات واللي بعدها ثلاث مرات، وين؟ بسان هوك، والجو همين بسان هوك، لكن الفرق الوحيد انه هذه هنا مكتوب تنزل بوت كامب. بوت كامب راح اخليكم صورة لها، اعتقد الكل يعرفوها، اللي هي شون بوتشنكي لكن بسان هوك، يعني صار بالوسط بنص الخريطة. بوت كامب اللي هو مخيم الجزمة، ما ادري يعني
التعبير او المعنى الخاص بكلمه بوت كامب. المهم من اشطح يقول لك روف توب معناها سطح، تنزل على اي سطح في بوت كامب. يعني انت راح تسويه اثنيناتهن وتبقى للمركز، هذه يقول لك تبقى للمركز العاشر راح يكون عندك يعني مهمتين تكملهن. بس انت يعني بكيفك تقدر تسوي هذه اولا وبعدين يعني الاسهل تفضل، فيعني متشابهة تقريبا. المهم اللي بعدها يقول لك kill 5 enemies with s 1897 يعني بدون مدوخ. نطلع منها الانفنتوري على المسدس، هاي علامة المسدس. نروح على الشوت جانز وهذه هي اللي يقصد بيها 1897 اس، هذا البومبكشن او الشوت جان. يقول لك اقتل 5 بهذه الشوت جان اللي شوفتكم منها قبل شوية. ان اني مود بمعنى يعني اي وضع او اي طور خاص باللعب، يعني كلاسيكي او اركيد او ارينا او بيلود او بيلاب، ما ادري الفرق بيناتهن. يعني هنا اذا اي طور تقتل 5 بالشوتجن. طيب جلبت بالطيب. طيب المهم pick up desert eagle over 8 matches in classic mode. الكلاسيك مود اللي هو قلت الطور العادي 100 لاعب، 8 matches معناها 8 مباريات. يقول لك التقط ديزرت ايجل. ديزرت ايجل اللي هو هذا المسدس، انا عندي مسدس، تشيل هذا السهم وتروح على مكتوب بيستول. بيستول بمعنى مسدس. مسدسات هذه تنزل راح تلقى اخر واحد ديزرت ايجل اللي هو هذا المسدس الرهيب، شيل من عندك من هذا المسدس، تشيله او تلتقط هذا المسدس 8 مرات يعني على مدار 8 مباريات. يعني 8 مباريات تكون انت شايل هذا المسدس. complete 50 matches with friends in any mode. هذا المهم يقول لك يعني خلص 15 مباراة مع الأصدقاء في أي في أي طور، أي طور أو يعني هذا طور اللعب مثل ما قلت لكم قبل شوية، كلاسيك أو أركيد أو أرينا بيلاب. المهم مع الأصدقاء 15 مباراة خلصها مع الأصدقاء. الأصدقاء يعني بكل بساطة الأصدقاء يعني اللي يجون يمك هنا بهذا المكان، اللي يصيرون أربعة يقبطون أربعة تيم كامل. فيعني بدك مثلا يجي وياك واحد أو اثنين راح تكونوا ثلاثة، يسموهم فريندز معناها أصدقاء. راح المدفوع. المدفوع أول مهمة يقول لك pick up 8x scope over 3 matches in classic mode، بمعنى التقط سكوب 8 على مدار 3 مباريات في الكلاسيك مود. يعني كلاسيك مود اللي هو طور العادي 100 لاعب، تحمل هذا السكوب يعني 3 مباريات وليس 3 مرات. تشيل السكوب جيم، تروح جيم ثاني، تدخل جيم ثاني طور 100 لاعب مرة ثانية، تشيل واحد راح يسيب لك نقطتين، الثالثة يكملها راح يعطيك 75 نقطة RB. يقول لك kill 20 enemies with SMGs in Los Llanos، بين قوسين نخلي لك ميرامار in classic mode. ميرامار اللي هي خارطة الصحراء، الصحراء راح اخلي لكم صورة لوس لينوس، المكان اللي يعني خارطة او شكل هذه المنطقة لوس لينوس على شكل صورة. خلي SMGs معناها الأسلحة الخفيفة او الرشاشة اللي سأشوف لكم اياها، الأسلحة الخفيفة. روح على الانفنتوري يقول لك اقتل بيها 20، مكتوب هنا مثل ما تشوفون هذا بالعشر عليها بالمونتاج SMG. هذه الأسلحة كل اللي تضمها، شوفوا هاي الخانة، هذه الأسلحة كلها محسوبة على SMG، يعني فئة SMG الأسلحة الخفيفة. تقتل 20 بلوس لينوس خارطة الصحراء. هذه اللي بعدها المهمة، واللي بعدها ذني 3 مهام نفس الشيء لكن مختلف بال الأماكن اللي هي يعني إيرانجل ونعطيك سانهوك ونعطيك ميرامار اللي هي أول مهمة شرحناها قبل شوية. اللي بعدها يقول لك إيرانجل تنزل بالمطار، خريطة إيرانجل بالمطار من ما يعرف المطار جوه صاير، راح أخلي صورة إله. تقتل 20 بالأس أم جي نفس الأسلحة أو الفئة اللي قلتها قبل شوية. طيب اللي بعدها الثالثة تنزل بسانهوك بارادايس ريسورت، راح أخلي صورة إلها أيضا
اللي ما يعرفها طبعا 20 عدو، بس هذه ايضا قلت لكم شلون مخير، يعني من بين ذن الثلاثة كون تاخذ وحدة وتكمل يعني تقتل 20 بهذه الاسلحة او الفئة. طيب المهمة اللي بعدها land within 200 meters of the airplane 3 times. هنا شباب اريدكم شوية تركزون، احتمال تكون شوية صعبة بس لا هي ما بها شيء. يقول لك انزل من الطيارة، اهبط من الطيارة، كون على بعد بينها، من تنزل انت على بعد بينها وبين الطيارة، بينك وبين الطيارة العفو 200 متر، يعني كون قريب من عدها وانزل اهبط الى ان توصل للجرف لليابس. المهم الهدف هو انه تنزل على بعد عن الطائرة 200 متر، يعني الزق بيها عشك بيها. المهم اخر مهمة اللي هي الاخيرة deal a total of 1000 damage in a single match in a classic mode. بمعنى تدخل جيم سولو، سولو من ما يعرف السولو، تروح اي خريطة مو مهم، بس انا مثلا اخذ ايرانجل اخليه سولو، هذه العلامة مثل ما يشوفون سولو. كلاسيك مود هو هذا الكلاسيك مكتوب، كلاسيك مود معناها 100 لاعب، طور 100 لاعب، دامج 1000 بمعنى تقتل، يعني بكل بساطة اختصرها تقتل 10 بهذا الجيم السولو بالطور 100 لاعب، تقتل 10 فقط. هذه المهمة، ملخص المهمة كله. طيك 75 نقطة ومبروك عليك المهمة او المهام هذه اذا كملتها من هاني رمزي. اوكي شباب كملنا، وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى تكون استفدت ولو بشيء بسيط. لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات، بس اخوكم كابتن رسول في مالا.